طيب في الجزء الأول شرحنا شو هو الهيوريستيك فانكشنز وين بتلزم وليش السيرش الالجوريثمز العادية بتحلش مشاكل اللوكال سيرش، انه يعني احنا بندور على مش سوليوشن على بيتر سوليوشن. ابسط واحد اللي بنسميه الهيل كلايمبنج الجوريثم بدنا نشرحه. الهيل كلايمبنج هو عبارة عن باخذ نود وين هو موجود وموفز in the direction of increasing value. يعني بده بيطلع. هلا ممكن بجرب اول مره لتحت ما ذيك حاله قاعد وضعه بسوء، برجع للنقطه اللي هو فيها وبيزيد بلك حاله بيطلع، بيزيد بلك حاله بيطلع، بضل يزيد تلك حاله بيطلع. بس ما مشكلته وين؟ وين بيوقف؟ if when it reaches a peak. A peak يعني راس بيك، راس ما بعرفش على العربي شو بيك. كمي فهي وقفوا. هلا no neighbors طلعوا no neighbors has a higher value. جيران هو اعلى شيء الجيران، يعني فهمت علي؟ ما فيش شيء ثاني. هذا very basic algorithm. وعلى فكره بسموه جريدي سيرش، هو جريدي سيرش لانه هو بيمشي ورا، يعني هو لو انه نزل شوي وبعدين بلش يطلع كان وصل على شيء، بس هو وين هو يصير حسب بوضعه. ف يعني هاي الفكره العامي تبعته، ما فيش شيء ثاني نحكيه باستثناء انه it get stuck in local maximum، يعني بوقف في local maximum على اقرب هيل وما مش ممكن يروح على global maximum الا بالصدفه. وهذا ما فيش شيء ثاني، ما فيش اي شيء ثاني. هذا الالجوريثم نفسه ونسمي هو the most basic algorithm, the most basic local search algorithm. At each step, the current node is replaced by the best neighbor. يعني replaced هو وين هو بيحاول حسن تحسن برد يزيد. هلا إذا نقص لا برجع النقطة اللي هو فيها وبرد يزيد ولا أي شيء ثاني. هلا ماذا ما فيش اشكال. في مثلا هاي مثلا بالايت كوين اذا بتستعمله. الايت كوين انا طبعا عمري بحياتي ما لعبتها، فيعني بجوز انتم لعبتوها بتعرفوها اكثر مني، بس اللي بعرفه عنها انه هاي مثلا اربع كوينز. هاي هذول متعارضات بصيرش، هذول متعارضات، هذول متعارضات، هذول متعارضات، هذول متعارضات كثير. ما بزبطش يكونوا متعارضات. فوي ونت تو بوت ما نحط ال الاني كوينز، لان هاي في 4 كوينز و 8 كوينز و 16 كوينز، يعني ممكن تكون اكبر زي هيك البورد بتاعت اللعبه. فوي بوت 8 كوينز اون ان ان ضرب ان بورد وذ نو 2 كوينز. ما فيش ملكتين بيكونوا بنفس الرو أو الكولوم أو كونو دياجون. فـ we want to move a queen to reduce number of conflicts. يعني إذا عندك هاي طيب هلا كيف to reduce؟ يعني هاي فيها خمس conflicts. بس إذا حطيت هاي هون كده بصيرين كديش conflicts؟ بصيروا اثنين. وإذا بعدين شكله جبت هاي تحت، هاي تحت بصير zero conflicts. هاي بس عن اللعبه. هلا هاي بدها لوكال سيرش الجوريثم اللي تقول لي وين احسن وضعي، يعني اقلل عدد الكونفليكتس. هلا تخيل انه لو عندك مسجل في كل وحده قديش النمبر اوف كونفليكتس اذا كان فيها كوينز، يعني وبس ما فيش شيء ثاني. ففكرة الالجوريثم هذا بسيطة جدا.
ما فيش اي مو... ما فيش اي شيء ثاني نحكي عنه.